فرضت الأغاني التي لحنها محمد عبد الوهاب في الأفلام شكلا خاصا في التلحين. هل تختلف أغاني الأفلام عند عبد الوهاب عن أغاني أفلام أم كلثوم؟ دخل عبد الوهاب مرحلة جديدة عندما قدم الجندول والكرنك وكليوباترا. ما هو الجديد في هذه الروائع؟ وما هو الجديد في دعاء الشرق؟ أنا بتصور إن احنا لغاية دلوقتي في عبد الوهاب الثلاثينات، لسه ما جيناش في الأربعينات. لا هو برضو يمكن أهون عليك، قد يجوز في يمكن في ال 32 33 34 حاجة زي كده. طب التطور التالي بقى؟ التطور التالي ده جه غصب عني، كان لازم أتطور، وهي الأغاني القصيرة إلا في الأفلام. دي كانت مرحلة مهمة جدا، لأن أنا عملت مثلا أول فيلم ليا الوردة البيضاء، والوردة البيضاء ده اتعمل في سنة 35 واتعمل في باريس، واتعمل بشكل لو عرفوه المطربين والمطربات دلوقتي قطعا يغمى عليهم من الخوف. ليه؟ لانه ما كانش فيه زمان بلاي باك، ان نسجل مغنى لوحدها ونحرك بقنا على المغنى والصورة تتاخد، ما كانش فيه حاجة زي دي. لا، كنت اغني والفرقة تقعد ورا المنظر واغني وامثل في آن واحد. فدي كان في منتهى الصعوبة اولا، وثانيا بقى اضطريت اعمل اغاني قصيرة. ما كانش يعني يا وردة الحب الصافي ما هيش اغنية كبيرة، ويمكن ما تتغناش على مسرح، ما هيش مقبولة على مسرح، هي مقبولة جوه مثلا يا لوعيتي يا شقاية قصيرة، مثلا ضحيت غرامي برضو قصيرة. غرامي عشان هناك، وكان نعيمي لو كنت طواتي قلبي ما غبت عنك يوم، لكن هويتك وحبي كان السبب، كان السبب، كان السبب للنوم. عهدت أهلي أغيب وانت المناور روح، عهدت اهلي اكيد وانت المناور روح، ملقتش بعدك حبيبي لا البكاء ابتدأت في الأغاني القصيرة. لكن يعني الأغاني القصيرة دي طيب قصيرة كده هو وتبقى قصيرة وخلاص؟ لا، الصفة الوحيدة لا، لازم برضو أنكش فيها. يعني أنا كنت راجل تقدر تقول علي نكاش، يعني أنكش. طب أعمل إيه؟ لازم أعمل حاجة. طب أعمل إيه؟ جيت مثلا دخلت جفنوه علم الغزل بحاجة اسمها الرومبا. كانت الرومبا دي غير طبعا ما نعرفهاش هنا، وكانت موجوده في اوروبا، وكان عبال ما تجينا كانت عودها سنتين ثلاثه جبتها هنا بقى. كنت في المانيا برلين وسجلتها وجبتها. مثلا زي ما تقول
بلاش تبوسني في عينيا يعني. دي ما كنتش اقدر اقولها على مسرح او ما كنتش اقدر اقولها في اسطوانه. يعني في حاجات المغنى يجب انك تجيبها في الموضع بتاعها والا تبقى دمها تقيل. تصور انا لو كنت طلعت كده على تخت والناس قاعده كده في التياتر وانا اقول لهم بلاش تبوسني في عينيا، ايه اللي بلاش تبوسني في عينيا؟ ايه الهيافه دي؟ احداث الفيلم طبعا، احداث الفيلم بتكمل. او مثلا اقول لهم القمح الليله، ايه القمح الليله؟ دول ناس جايين يسمعوا ويقولوا اه واه وماه الله، ايه القمح الليله اللي تعيده ومش عارف، يعني حاجات مضحكه كده. فيعني دي ما فيش شك انها مرحله كبيره جدا بالنسبه لي، ولا شك انه سيدة أم كلثوم برضو في الوقت ده يمكن تكون عملت أفلام كثيرة فيها أغاني قصيرة، لكن كانت برضو الأغاني بتاعتها ممكن إنها تغنيها على مسرح، قصيدة مش عارف إيه بتاع حاجة زي دي يعني. حتى غنيلي شوي شوي غنتها مرة على المسرح، لكن أنا لا أستطيع إن أطلع أقول الآن حليل، أو لا أستطيع أقول بلاش تبوسني في عيني. وشيء مهم جدا في هذه الناحية وفي هذا الـ يعني في الوقت ده في ذاك الوقت هي أغاني الدويتات. الفترة دي كانت اتلحنت مجنون ليلى ولا لسه؟ لا، مجنون ليلى ما كانتش، هي اتعملت في فترة الأفلام. أنا قصدي تلحين درامي، يعني في أكثر من شخصية، في حوار، في ديالوج غنائي. كانت قبل الأفلام ولا بعدها؟ لا، قبل الأفلام. لأنه شوقي مات سنة 32 ومجنون ليلى يمكن اتعملت في 30 أو في، يعني اتلحنت في حياة شوقي حتة واحدة اللي هي ايه؟ قصيدة واحدة، تلفتت ظبية الوادي فقلت لها، مش فاكر. لا يعني الديالوج بقى اللي هو بين قيس وليلى، لا الديالوج، لا ده اتلحن بعد شوقي بكثير، لانه ده جه في يوم سعيد، ويوم سعيد اتعمل يمكن في 40 او 39 او 40. ايه اول ديالوج بقى؟ اول ديالوج مثلا كان في دموع الحب اللي يلي الوردة البيضاء، انا والسيدة نجاة علي، اللي هي مش عارف عليك مش عارف يعني اسمع كلام النسيم وحاجات كده. ده اول ديالوج. نحلى الحبيب بين المية وبين الأوصال. Yeah.
هملو غطير الشادي لما يغني وفهملو الطير الشادي لما يغني وبعدين ابتدأت افضل استمر في الديالوجات، راقتني الحكاية فابتدأت برضو بتاني مرة في يحيى الحب مع ليلى، مع ليلى مراد. طال انتظار الوحدي والبعد عنك أليم، وفضلت من كتري وجد اسأل عليكي النسيم. ادي القمر شاهد عليا اسألي عن طول عذابي، حيران افكر في اللي بيا من
ظنوني واضطرابي، أقول لروحي اجرى يا هلطرى ما تكلميني يا نور عيناي، وحياة هوانا ردي عليا. مش عارفة اقول لك ايه بعد اللي شفته في غرامي، كان العذاب ده ليه ما بنشوفوك واوهامي، من يوم ما هويت وانا بغالب وقدرت أكتم شعوري. ليه الندم هو قلبي ناكر عهود الوداد؟ ذنبي لما لويت البعاد، تعالي بين أحضاني، تعالي بين أحضاني، ده الحب هو الجاني، قولي لي خايفة ليه، قولي لي خايفة ليه، خايفة كلام الناس يفرق شملنا، خدعت أهلي ورضيت له أنا وليه نخبي عنهم هوانا. أنا كنت مستني الأيام تفتح الورد المكنون، وكنت أقول وصلك أوهام، بدلت روحي حنين بحنين حفتح قلبي. أنا أعرف اللي في لكن أحب إنك تفهم حالين حبي، القلب يتهنى به ويقبل الحب ويذهب حفتح قلبي. أنا أعرف اللي في لكن أحب إنك تفهم أعلن حبي، القلب يتهنى به ويقبل الحب ويسلك يا مسعد القلب المشتاق، لو طال حبيبه اللي اتمنى بعده صبابة والأشواق يفرح بوصله ويتهنى، تعالي بينا أحضاني، أنا اللي كنت الجاني وعرفت ذنبي إيه ذنبي إيه. وبعدين رجاء في ممنوع الحب جرى ايه؟ ايه اللي بعت لكم ومش بعت لكم، وملعوب ومش ملعوب، عشان ناخد منكم فلوس نعمل بيها ايه؟ احنا بعت لكم عشان نديكم. تدينا ايه يا واد يا عريانين؟ نديكم السعاده اللي حارمين نفسكم منها، نديكم السلام. حمامه السلام الخلق الناطق انت يا بابا، شوف الشعر اللي قدم ده، هديتنا ليه؟
انت اللي ترديه. طب والله قسما بالله ثلاثة جنيهات. علي بيه الصغير. خلي الناس انت يا بابا. شوف البطة بتاعتك. انت انت اللي حتربيه. ما بديهاش بقى يا علي. يا ولادي الايه هو معمل كتاكيت. أني الأوان وارتاح البال والظهر غير حال عن حال حتى الأعادي والعزال رجعوا حبايب حبايب من تاني. الفكر كان دايما مشغول خايف من الحرمان من كان يزدد ولا يقول نرجع حبايب حبايب من تاني. والله ده كان يوم منايا من زمان. غيرش بس البيه علي هو اللي كان مالي يا ست البيه علي. بس ما كنتش تزعلي. ازاي ما تزعلش وبعدين بطل خناك خليني رايب. يا روح قلبي نعمين حاضر ما عنتش اتخانق. حقك عليا يا سيدنا الباشا انت اللي حقك عليا. شوفوا القلوب لما تتصافى بعد الخصام بس فايدة العمر لما يتقطع بين جيران وخصام. لو تصفى كل القلوب وتنسى ظلم الليالي والايام كانت تلاقي